بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك في هذه الليلة المباركة، ضيوف مجلس الخميس الثقافي الذي نستضيف فيه الدكتور محمد مظفر الأدهمي ليلقي علينا محاضرة بعنوان التضليل الإعلامي الأمريكي ودوره في العراق، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد لي في البدء من أن أحيي هيئة علماء المسلمين على البيان الذي أصدرته لمناسبة انتفاضة الغضب، الجوعة والغضب في مدن العراق ومنها العاصمة بغداد. وفي الحقيقة في الوقت نفسه أرجو من الحضور أن نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء هذه الانتفاضة. شكرا جزيلا. موضوع التضليل الإعلامي الأمريكي ودوره في العراق في الحقيقة اتخذ وسائل وأوجه عديدة، وسأتحدث في الفترة التي حدثت فيها عملية الغزو والاحتلال، كيف مارس الأمريكان دورهم في هذه المرحلة الأولى من الاحتلال. فقد واجه الإعلام العراقي تحديات خطيرة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وقد اتصفت هذه التحديات بخروجها عن سياقات العمل الإعلامي وأخلاقه، فغابت المصداقية والحيادية والمحافظة على حقوق الآخرين، ولم يعد للمواثيق ومواثيق الشرف الإعلامي أي قيمة أو التزام، وبذلك اختفت الثوابت الإعلامية وضوابط المهنة ولم يعد لها وجود. ولا يعود ذلك فقط إلى انهيار الدولة العراقية ومؤسساتها الإعلامية، وإنما إلى الخطط الإعلامية التي وضعتها الإدارة الأمريكية من خلال المكتب الصحفي الأمريكي ببغداد، الذي تحول إلى وزارة مالية خاصة بالإعلام العراقي. أي شخص مهما كان، حتى وإن كان غير صحفي أو غير إعلامي ولا يفهم في الإعلام شيء ولديه رغبة في المشاركة في العمل الإعلامي الجديد، منحت له امتيازات مالية، وهذه الامتيازات ليست لدي وثائق، ولكن هناك من يذكر أن من يريد أن ينشئ صحيفة مثلا له 2,000,000 دولار، إذاعة 3,000,000 دولار، قناة تلفزيونية 5,000,000 دولار، وفي تلك الفترة هذه المبالغ كبيرة. فكانوا يمنحون مبلغ من المال يمكنه من إصدار 12 عدد أسبوعي خلال 3 أشهر، يعطوه صك يجدد كل 3 أشهر بشرط أن لا ينشر في جريدته أي شيء يسيء إلى القوات الأمريكية، وأن يظهر قوات الاحتلال على أنها متسامحة متفاعلة، وينشر صور للجنود الأمريكان وهم يلعبون كرة القدم مع الأولاد ويشكلون صداقات مع الشباب ويصبغون المدارس وإلى غيره. وما تبقى فللصحيفة الحرية المطلقة أن تكتب ما تشاء، مهما أرادت أن تكتبه لا يهم، قضايا مذهبية، قضايا طائفية، قضايا أخلاقية، المهم أن تكون الصورة بهذا الشكل، وإلا لن يجدد العقد لثلاثة أشهر. طبعا مثل هذا الأمر انسحب على القنوات التلفزيونية والإذاعات التي منحت لها إجازات باسم الأحزاب والقوى السياسية والأشخاص التي تريد لها إعلام وبمساعدات مالية ضخمة. طبعا اشترك إعلاميين عراقيين بدورات أقيمت لهم في الداخل والخارج لتحقيق هذا الهدف التي ذكرته،
أيضا الإدارة الأمريكية نفسها قامت بإصدار المطبوعات والكراسات والصحف التي تحرر من قبل العلاقات العامة في الجيش الأمريكي وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية مثل العراق اليوم وهنا بغداد. إحدى الدراسات الأكاديمية تقول أنه في 6 أشهر الأولى من الاحتلال صدرت أكثر من 180 إلى 200 صحيفة، وبعد ذلك انطلقت الصحف والقنوات الفضائية بشكل غير معقول. وفي دراسة الدكتور محمد صاحب سلطان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء يقول أن عدد المؤسسات الإعلامية المسجلة فقط المسجلة في نقابة الصحفيين العراقيين من عام 2003 إلى 2015 بلغ 60 قناة فضائية، 329 صحيفة، 143 مجلة، و20 وكالة أنباء، و28 محطة إذاعية، بما مجموعه 580 مؤسسة إعلامية، يضاف إليها العشرات من الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية غير المعتمدة في النقابة والتي تعمل داخل العراق وخارجه، مما أنتج فوضى غير مسيطر عليها وانفلات إعلامي غير مسبوق في ضوء نظرية الفوضى الخلاقة التي زرعها الاحتلال في العراق لتلويث عقلية الشعب العراقي وإثارة التشظي والتمزق والتخلف في المجتمع. الحقيقة الوسائل الإعلام في عملية التزييف كونها الأقدر على ذلك بدأت تنتقي بعض المشاهد والمفاهيم والكلمات والصور وتكرارها واستبعاد غيرها بحيث يعتقد المشاهد أنها هي الحقيقة. يعني أنطيكم مثلا، اليوم صباحا كنت أستمع إلى البي بي سي يتحدث عن الانتفاضة في بغداد، يتحدث أنه هناك جماهير، هناك رجال أمن، وهناك أيضا اطلاق رصاص، ودي يحكي حقائق، ولكننا لا نعرف من الذي يطلق الرصاص. ويكمل: علما ان قوات الامن سبق وان كانت تحافظ على المتظاهرين في التظاهرات السابقة. يعني انطى للمستمع انه ترى الرصاص هذا ربما يأتي من المتظاهرين لأنه هم اللي يحافظون على المتظاهرين. يعني بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، كمثل بسيط جبته، يحاولون أن يصورون أن هذه هي الحقيقة. طبعا تكرارها وتأكيدها يثبت بذهن القارئ أو المشاهد هذا الشيء. الحقيقة الفضاء الخارجي، يعني هاي مشكلة احنا كنا نواجهها، الفضاء الخارجي تسيطر عليه الدول الكبرى، الفضاء محتكر ولا يمتلك العرب التكنولوجيا الحديثة تصنيعيا. والدليل أن العرب سات أطلق من قاعدة أمريكية وبصاروخ فرنسي عام 1985، وكذلك النايل سات أطلق من قاعدة أمريكية وبمساعدة فرنسية عام 1998. ولذلك أي حدث في العالم نراه بعيون الغرب وليس بعيون أصحاب الحاجة لتحكمهم في نقل المعلومات وصناعة الخبر من خلال أدواتهم. من هي أدواتهم؟ هذه الفضائيات اللي يسيطرون عليها الدول الكبرى، وكالات الأنباء العالمية الكبرى، يونايتد بريس، أسوشيتد بريس الأمريكية اثنينها، رويترز البريطانية، ووكالة الأنباء الفرنسية، وتاس السوفيتية قبل انهيارها. ولذلك يقدر الباحثين أن 85% من الذي نراه ونسمعه ونقرأه ونتفاعل معه ونبدي آراءنا وتحليلاتنا بشأنه هو ليس من صنعنا، وإنما من صنع القوى الكبرى حسب مصلحتها. يعني احنا رأسا من يطلع الخبر هذا من رويتر أو أسوشيتد بريس، هذا هو المهم، يعني هو اللي ممكن أن يصدق لأنه جاء من وكالة أنباء.
طبعا التأثير الإعلامي المفبرك ليس فقط على شعوب العالم، وإنما أيضا على شعوبهم. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يريدون أن يقنعون بعمليات معينة، فإنهم يختارون أسماء وعناوين مستلة من مسلسلات وأفلام يحبها الشعب الأمريكي، مثل الفجر الأحمر، قاهر الوحوش. هاي مصطلحات يطلقوها على العمليات العسكرية اللي هي بالأصل يعني أسماء لمسلسلات ولأفلام أنتجت في هوليوود وغيرها، وهذه الأسماء فيها شخصيات تمثل الخير يحبها الشعب الأمريكي، وشخصيات أخرى تمثل الشر، وبالتالي يطلقون على هذه العمليات التي يقومون بها نفس هذه الأسماء اللي هي أصلا راسخة في ذهن المشاهد الأمريكي بأنها تمثلهم. يعني مثلا قاهر الوحوش، الفجر الأحمر مثلا أطلقت في على الفلوجة مواجهة قريبة، ملوك الانتحار، قضمة الذئب، انتصار التنين، المثاقب الصليبي وغيره من يعني مدافع الشبح. كل هذه أفلام أسماء لمسلسلات وأفلام أمريكية تطلق على العمليات العسكرية لاجتذاب انتباه الشعب الأمريكي. صناعة الصورة أيضا بدأت مع بداية الغزو والاحتلال، عندما بدأوا يعني في بداية الاحتلال كانت هناك مقاومة قوية في أم قصر وفي الجنوب، استمرت لفترة طويلة، لكنهم منذ البداية صنعوا وفبركوا شخصيات عراقية بأعداد كبيرة تستسلم للقوات الأمريكية منذ البداية وأظهروها على التلفزيون، يعني ممكن بالطرق، وأيضا نصبوا محطة إذاعة عند الحدود العراقية الكويتية، بدأت تبث أخبار مفبركة عن المعارك في بدايتها عندما كانت هناك مقاومة. طبعا أصبح كادر هذه القناة على الحدود هو كادر القناة العراقية الحالية، حتى تبديل الاسم يعني من تلفزيون العراق إلى العراقية فيه تأثير نفسي على المتلقي. أكثر أساليب التضليل الأمريكي كلفة هي تلك التي تقوم بها شركات متخصصة في فبركة الخبر وصناعته، ولدينا أمثلة كثيرة سأقدم لكم منها مثلين. الأول، تذكرون الفتاة نيرة الممرضة التي استمع الكونغرس الأمريكي إلى شهادتها في 10 أكتوبر تشرين الأول 1990 لإقناعه بتخصيص أموال لشن حرب على العراق لإخراج القوات العراقية منها. هذه الفتاة ذات الوجه البريء تحدثت لمدة 4 دقائق عن جرائم القوات العراقية التي تسببت بمقتل، هكذا قالت، 60 طفل حديثي الولادة وهم خدج عندما قاموا بفصل الأجهزة عنهم وقتل الطاقم الطبي المشرف على الجناح. وقد غلبتها الدموع عندما تحدثت، بحيث أن الكونغرس وافق فورا على تخصيص المبالغ لشن الحرب. بعد فترة وفي عام 1992 هاي 91 كشف أحد الصحفيين في جريدة نيويورك تايمز أن نيرة الممرضة لم تكن موجودة في المستشفى ولا في الكويت أصلا، لأنها ابنة السفير الكويتي في واشنطن سعود ناصر الصباح الذي كان جالسا يبكي وهي تروي القصة. هذه كمثل على شغل الشركات بأمريكا. وتبين أن هذه الفبركة قد نظمتها شركة هيل ويلينغتون للعلاقات العامة، وأن نيرة قد تم تدريبها لعدة مرات لأداء هذا الدور. هذا كان في حرب الكويت لإخراج القوات العراقية منها. في عام 2003 هذا المثل الأخير اللي أتكلم عنه، في عملية غزو واحتلال العراق حبكت قصة مفبركة تصلح أن تكون فيلما، وهي قصة المجندة الأمريكية جيسيكا لينش، وراح أشوفكم الفيلم، حيث قامت إحدى شركات العلاقات العامة الأمريكية بإنتاج مشاهد مفبركة لتحريرها من قبضة القوات العراقية.
قامت بها قوات أمريكية في مستشفى صدام في الناصرية، حيث كانت ترقد هناك حسب الرواية بعد إصابتها بكسور نتيجة مشاركتها في القتال ضد القوات العراقية، والتي قاتلت كما تقول الرواية حتى آخر طلقة لديها، وكأنها رامبو يعني صوروها بهذا الشكل، وتم أسرها في كمين. وتحدثوا أيضا عن المعاملة السيئة التي لقيتها من الأطباء العراقيين الذين لم يعالجوها وتركوها تحت رحمة أحد الصيادلة، وكان كل هذا معدا مسبقا بما فيه السيناريو المكتوب قبل الحرب. وكتبت عن قصتها هاي المجندة جيسيكا الأمريكية في الصحف الأمريكية 600 مقالة عن بطولتها وعن وضعها وعن المأساة اللي عاشتها، وأنتجت إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية NBC فيلما تحت عنوان إنقاذ جيسيكا، المهمة مستحيلة لكنها حقيقة، Mission Impossible But Real. وأظهرت القنوات التلفزيونية استقبال جيسيكا الجماهيري في مدينتها، وظهرت على شاشات التلفزيون وهي تشكر زملائها الذين أنقذوها من قبضة القوات العراقية، وظهر المذيع وهو يقول أن هذه الفتاة ذات 20 عاما قد دخلت قلوب الأمريكان التي عادت إلى عائلتها وهي تحمل تجربة مؤلمة، ونشر كتاب عنها. بعد شهر تقاعدت من الخدمة وأجرت لها قناة أخرى لقاء ABC، فسألتها مقدمة البرنامج: هل قاتلتي؟ فقالت: لم أقاتل ولم أطلق طلقة واحدة، حتى أن بندقيتي لم أتمكن من استعمالها لأن حشرت الطلقة. هذه القصة المفركة سأريكم فيلماً الآن، فيلماً إحدى الشركات المنافسة أنتجته، تبين كيف تدرج الأمريكان في رواية هذه القضية، يعني الإعلام الأمريكي للجمهور الأمريكي. يظهر أنه ضابط في مؤتمر صحفي، يقف أحد الصحفيين يسأله يقول له: إحنا سمعنا بجيسيكا وإنقاذها وعملية إنقاذها من العراقيين وغيرها، وبالتالي إحنا عندك شيء؟ قال له: إيه عندي فيلم صور الجيش، وهذا الفيلم الوحيد وبي لقطات ممكن أن أخذها لهاي اللقطات شوفكم إياها. طلعوا الفيلم، هاي بدايتها، جيسيكا محمولة على حمالة ويركضون بيها، وأصبح هذا هو الأساس لكل القضية التي استمرت 7 أشهر. وقالوا أن فيها كسر، العراقيين كسروا رجليها وذراعها مكسورة، وفيها جروح متعددة ناجمة عن أعيرة نارية، ولم يتم علاجها من طبيب بل من صيدلي، وكان هناك أطباء غير أكفاء. البنتاغون قال: لأول مرة تم فيها إنقاذ أسير حرب أمريكي من منطقة معادية منذ الحرب العالمية الثانية. العناوين الرئيسة في الواشنطن بوست قالت أن جيسيكا قاتلت حتى الموت، وفي ذلك القطاع الخاص صنفت لينش من الدرجة الأولى على أنها شبيهة برامبو. وأصبحت جيسيكا لينش بطلا واحتفى بها الإعلام، وكما قلت كتبت عنها مقالات. بعد شهر واحد من هاي الهوسة كلها وصل صحفيون إلى مستشفى صدام بالناصرية بدون مرافقة عسكرية، وقد أدى تحقيقهم إلى تغيير القصة رأسا على عقب. المجندة لينش لم تتعرض لإطلاق نار في أي معركة كما أذاعت التقارير السابقة. رجلها قد تعرضت للكسر عندما انقلبت العربة التي تقلها، وقال طبيب جراحة العظام في المستشفى الذي عالج الرجل المكسورة أن الجنود الأمريكان قد وجهوا المسدس إلى رأسه عندما اقتحموا غرفة العمليات. ويقول: بدينا نصرخ، قلنا لهم إحنا أطباء، لأنه لم تكن هناك قوات عراقية، أصلا القوات العراقية كانت قد انسحبت منذ الصباح، وبعض الأطباء يقولون: إحنا قلنا لهم تعالوا خذوها.
يعني ما يعني العملية بهذا الشكل. فالجنود الأمريكان اقتحموا غرفة العمليات وسألوا عن جيشيكا، وبالتالي مع هذا كل الواشنطن بوست بقت تأكد على نفس القضية. وفي 21 تموز، شوف أنا دا أتكلم من 9 نيسان يعني إلى بعد يعني بهاي الأشهر اللي عقبتها، تزين جيسيكا تم أظهرت بأنها البطلة وعادت إلى منزلها، وأجري لها استقبال كبير في 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 مدينتها. وهنا يعني هذه يعني الفيلم أيضا عرض يوم عيد المحاربين، لا أريد أن أطيل عليكم. وفي أول مقابلة تلفزيونية لجيسيكا سألتها المذيعة بعد أن سرحت من الجندية، بعد أن كمجندة سرحت وقعدت يسموها تقاعدت، لقد قمت بالرد بإطلاق النار من سلاحك، هل قتلت أحد من مهاجميك؟ كلا أنني لم أطلق النار. ومع أن جيسيكا قد اعترفت بأن قصتها كانت كاذبة وغير حقيقية، فإن صناع الأكاذيب والتلاعب لم يهتموا بذلك، وكان الأمر متأخرا جدا لأن وزارة الدفاع الأمريكية هي التي كتبت السيناريو الفيلم الملفق عن إنقاذ جيسيكا. وسأريكم الآن ما تكلمت فيه من خلال فيلم أعد ليكشف كذب وتضليل الإعلام الأمريكي. بداية هاي اللي تكلمتها القصة سترونها كفيلم على الشاشة. هذا فيلم منتج أمريكيا مو من عندنا. The image of war is now created by military and political powers. Television's job is to translate it into mythology. Everybody remembers Jessica Lynch, the 19-year-old private captured in an ambush and rescued by American special forces. The story started like this. With that, I'll take your questions. Tom. Brooks, we noticed that you made no mention of the rescue of Jessica Lynch and the special operations that went on. We understand that there is video, speaking about combat camera team. Can you show us that video? We did have the opportunity to have a combat camera crew with the assault force, and we'll show you only the portion that has a PFC Lynch being retrieved. Do we have the tape? Incredibly, the cassette was already queued in the VCR. It was in the Saddam Hospital in Anas. And the commentary was prepared. We were successful in that operation last night and did retrieve PFC Jessica Lynch, bringing her away from that location of danger. This single video clip, produced and directed by the Army, is the only document of Private Lynch's rescue, the basis of a story that developed over 7 months. Sources say ABC the same day. Extraction, which means Army Rangers would secure the perimeter of the TV runs with the story with a dramatic 3D animation based on unnamed sources. To the waiting Black Hawk helicopter. Was it a rocket? CBS the same day. Military post. It had been Lynch's uncomfortable home for 10 long days. We just arrived here at Saddam Hospital. It was here she lay suffering from 2 broken legs, a broken arm, and multiple gunshot wounds, being treated not by a doctor, but by an Iraqi pharmacist. Now with serious wounds and incompetent doctors. CBS doesn't name their sources either. The Pentagon says she is the first American prisoner of war to be rescued from hostile territory since World War II. The headline in the Washington Post, she was fighting to the death. In it, Private First Class Lynch is portrayed as a kind of Rambo. The source, U.S. officials. April 12th, Jessica Lynch is a certified hero and a media celebrity. 600 articles have been written about her. Television networks compete for an interview. MTV offers her a show. Her agent negotiates a $1 million book deal, and NBC prepares a television movie, Saving Private Lynch. It's very important to us as Americans to bring back our fellow soldiers. But most importantly is to bring back somebody like Private First Class Lynch, who was risking her life on the battlefield. 1 month later,
journalists arrive at Saddam Hospital without a military escort. Their investigation turns the story on its head. Private Lynch hadn't been shot in a firefight, as earlier reports suggested. ABC, May 7th. Who had broken her leg when her truck overturned. An orthopedic surgeon who was due to set Private Lynch's broken leg the following morning says U.S. soldiers put a gun to his head as they burst into the operating room. We start shouting, "We are doctors, don't shoot." The hospital staff says there were no Iraqi troops on the premises when the Americans rushed in. They had all left the morning before the rescue. The soldiers broke down doors in the intensive care unit when they could have just asked where she was. Private Lynch has yet to give her own account of her captivity here or her rescue. She remains in seclusion at the Army's Walter Reed Hospital, reportedly suffering from amnesia. And also, June 17th, the Washington Post revises its original story. Does it make any difference? No. The myth of Jessica is stronger than the facts. Thank you for being here. July 21st, Private Lynch is decorated for bravery. She is just 20 years old. But Jessica Lynch comes home with the experience of a long, painful journey. I would like to say thank you to everyone who hoped and prayed for my safety. Whether or not she will be able to remember that time too. 1 month later, she retires from the Army and takes up a media career. November 9, NBC airs the telefilm Saving Jessica Lynch. In light of its serious nature, there are no commercial breaks. Variety calls it Mission Impossible but Real. November 11th, Veterans Day. It is clear that Miss Lynch has been taken into many American hearts. She's done her first television. Her book is published. ABC wins the scoop of Jessica's first interview. So just to get this clear. Yeah. Did you fire your weapon back and did you kill any Iraqis? No. My weapon to jam and I did not shoot. Even Jessica admits her story was false. Nothing. But the lies and manipulations didn't matter. It was too late. The Pentagon had written a perfect television script, and that's what remains in memory. All the most memorable stories of this war were scripted in advance by military and political powers. احنا بالبحث يعني التاريخي عندنا بالعراق بعد الحرب العالميه الثانيه ثلاث احداث سبقت ثورة 14 تموز. الحدث الأول هو الوثبع في كانون الثاني 1948 أطلق عليها اسم الوثبة، والتي أدت إلى إسقاط وزارة صالح جبر وإلغاء معاهدة بورتسموث. سميت وثبة لأن الشعب العراقي انتفض وأجبرت الحكومة على الاستقالة، لكنه لم يغير نظام الحكم ولم يتغير المجتمع جذريا. ومثل هذا حدث عام 1952 وسميت انتفاضة 1952 لأسباب أخرى ولكن بصيغة نفسها. وآخرها 1956 عندما انتفض الشعب العراقي لأن حكومة نور السعيد لم تقف مع مصر عندما وقع العدوان الثلاثي عليها بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويس، ولم يسمح للعراقيين بالتطوع. ولكن في 14 تموز سميت ثورة لأنه قلب المجتمع رأسا على عقب. نظام حكم، مجتمع تغير، الفكر تغير، التوجيه تغير، كل شيء تغير. ولذلك يعني نحن في البحوث نطلق على هكذا يعني عملية التغيير الجذري هي ثورة، إذا باتجاه طبعا خدمة الشعب. والانتفاضة لا يعني كلمة انتفاضة أو وثبة لا تقلل من قيمة هذه ظاهرة التظاهرات والمطالبة بالحقوق وتقديم الشهداء وغيرها. فيعني هي أبدا لم يكن هناك تقليل، هي ليست ثورة بمعنى الثورة اللي أنا أفهمها. ماذا ثورة؟ تغير مجتمع لازم كاملة. هم هسه صار منع تجول قليلين بساحة التحرير بالمحافظات، ومثل ما قال الشريف السيد سعدون
انه 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 هذا انه انه فعلا هي انتفاضه. ما ادري هاي حب العراق ما اعرف، بس هم شعروا بالغبن وشعروا وبالجوع، يعني مثل ما تفضلت واحد ياخذ له 5 ملايين واخرين على القمامه يفتشون عن شيء ياكلونه، طبعا يصير حقد ويصير يعني يتجاوز واحد كل شيء ويقدم نفسه ضحيه، وهذه هاي هنا راح يصير التراكم اللي يؤدي الى الثوره بعدين. كم واحد استشهدوا، كم واحد انجرحوا، زين، وبعدين ابنائهم وعوائلهم. ففعلا مثل ما تفضلت هذا الشيء، هذا واحد. الشيء الثاني موضوع، والله انا اكتفي بما قاله وعقب بي فيه الدكتور مثنى، لكن بالاعلام يعني فعلا انا عندي نص ساعه، يعني ما اقدر ابدي من اسلحه الدمار الشامل. قلت اجيب شيء انتم يعني ما سامعين بيه، ربما بعض الامثله على قد الوقت يعني، ولذلك اكتفيت بهذه الامور. والا هي الكثيره، يعني الاستاذ عبد العزيز عنده كتاب الان عن التضليل الاعلامي الامريكي، شوفني اياه، كل الطرق والوسائل اللي اتبعوها. اما الان الامريكان ما مهتمين بالانتفاضه، اتصور كان اكو سؤال بهذا الاتجاه. انا من خلال مراقبتي نعم ما كان اكو تغطيه بقدر ما قامت به مثلا الحدث العربيه التي غطت بشكل كامل. بس توجيه عربي، يعني توجيه سعودي، اي يعني الحره ما كانت مثلها اللي هي امريكيه صرفه. نعم، لماذا اهتم لو لم يهتم؟ اكو اهتمام، انا تابع القنوات الامريكيه، اكو اهتمام دكتور يعني غير مسبق، حتى عندي اصدقاء بامريكا. ماكو يعني، خلاص لك. انا امس شفت مقابله مع احد المتحدثين من البيت الابيض، بالهمينه هي بالعربيه، سالوه قالوا له اشرح لنا شنو هذه، قال هاي ماكو شيء، هذه على عشان الساعدي، لانه مو هيك قال، اي يعني كان تحليل يعني ساذج وسطحي زين. فهم ما، وفعلا بس حش حشايص، وقال الان الامريكان مهتمين بامور اخرى، مهتمين بالمحاوله عزل ترامب من قبل الديمقراطيين، مهتمين بامور مثل كوريا وغيرها، ما مهتمين بالعراق وما بما يحدث بالعراق، ما يريدون يدخلوا نفسهم. فالأمريكان ما أعتقد اهتموا كثير بهذه القضية، ولذلك هم فقط تصريحاتهم نراقب بقلق وندعو إلى التهدئة وإلى غيرها من الأمور، أي لم يكن أكثر من هذا. أنا ما أريد أطول، أي الإعلام، أنا والله الإعلام الغربي نعم، أنا أتحدث عن الإعلام الأمريكي حصرا، بس ترى إحنا نستقي كل معلوماتنا من هذه الوكالات الأجنبية، كل قنواتنا العربية، صح عندنا وكالة أنباء عراقية قبل وهسه والمصر وغيرها وكذا، لكن كلهم يأخذون من هذه الوكالات الأساسية، وطبعا القضايا المحلية أيضا يأخذونها. لماذا نصدقها؟ لماذا نصدقها؟ تعتمد على بناء الشخص، يعني إحنا اللي قاعدين هنا يمكن نقدر نفرزل، لكن المواطن إذا 8 ملايين أمي بالعراق، ما تقول لي هذا الشو راح يفهم صح، حتى لو ما يعرف يقرأ ويكتب، قد يحلل، عايش الحالة يعرفها، لكن الإعلام يأثر، الإعلام يأثر ويبني الشخصية، مثل الآن السلطة الرابعة تبني الشخصية مثل ما تبني المدرسة ومثل ما تبني العائلة، ولذلك يكون إلى تأثيره. شكرا جزيلا، ما أريد أطول. شكرا جزيلا للدكتور محمد الوفر الألهمي على محاضرته وتعقيباته، ونلتقيكم في أسابيع مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.